عايز اعرف يعني ايه بقى شركه كوره؟ عشان الناس في مصر هنا لحد دلوقتي احنا طبعا كل شويه نقول في خطوات لشركات كوره في الانديه الشعبيه والانديه الجماهيريه. الاهلي عمل شركه كوره مش عارفين كل المهام بتاعتها ايه، غزل المحل عمل شركه كوره، في بعض الانديه عملت شركات كوره، بس برضو مش فاهمين شركه الكوره دي وظيفتها ايه. طيب الوظيفه الصحيحه بالمناسبه اللي انت شفتها ما هو ده اللي انا كنت هتكلم مع حضرتك فيه. هي شركات الكوره في غير مصر، انا مش بتكلم على مصر، في العموم شركات الكوره هي المفروض شركات، سيبك من اسمها ايه، هي شركه بتساعد النادي، بدل ما النادي يدخل له مدخول 10 قروش في السنه يدخل له 15. صحيح. فبدل ما انا بدور على كواليتي مثلا بتاعه لعيبه او كواليتي بتاعه انشاءات او كواليتي بتاعه تطوير في البنيه التحتيه في النادي ب 10 قروش، لا نزودهم نخليهم 15. طيب عن طريق ايه؟ عن طريق دخول مشاريع بعيدا عن النادي. النادي الناس اداره الالعاب، النادي هو اداره الالعاب، الالعاب الاخرى بقى اي العاب، كره قدم، كره سله، كره طايره، تنس طاوله، بلياردو، اي كل دير يعتبر رياضات وليها مسابقات. طيب في ناس في الباك اوفيس بقى او في ظهر الكاميرا اللي هم الناس بتوع البيزنس. طيب انت تقدر ازاي ان انت تشتري الجهاز ده وهو المفترض ان هو ثمنه 5 قروش تشتريه ب4 او تشتريه ب2 بس بشكل مختلف غير ده، وتظبط فيه شويه حاجات وتبيعه بالاكتر من ثمنه. صح. مشروع استثماري بيتعمل له دراسه جدوى، والله احنا المفروض يا جماعه هنستثمر بمبلغ قد كده، نحط المبلغ ده هيجي لنا في خلال الوقت الفلاني المبلغ الفلاني. هي الجمله الشهيره اللي بنقولها هنا في مصر، كيفيه زياده موارد النادي. زياده موارد النادي بالظبط كده. الى جانب اداره الفريق الاول في اي حاجه بره الملعب. يعني لعيب جاي اهلا وسهلا، لازم يعدي على خطوه اللي هي شركه الكوره، الخطوه الصحيحه لشركه الكوره. انا مش دوري ان انا اتفاوض مع اللعيب، احنا بنتفاوض مع اللعيب، لكن انا دوري ان انا اقيم سعر اللعيب، او ابقى عارف ان انا اللعيب ده قيمته على سبيل المثال الارقام اللي بنسمعها دلوقتي مثلا 3 مليون دولار، انا هدفع فيه 3 مليون دولار، هو قيمته 3 مليون دولار، مش قيمته 4 مليون دولار ولا قيمته 2 مليون دولار. لو قيمته 4 مليون وانا بشتريه ب3 فانا شاطر. صح. بس لو قيمته 2 مليون وانا بشتريه ب3 يبقى انا مش شاطر، عندي مشكله. انا هفهم من اللعيب دوت هيفيدني بيه، هيفيدني حتى على المستوى الاعلاني ازاي، وهيفيدني بتفاصيل كتيره انت بتحسبها غير الامور الفنيه، غير هيلعب ازاي، هيلعب يمين ولا شمال في الملعب، انت امورك مختلفه تماما. عشان يعني كده بقول لحضرتك هو كل ما هو بعيد دوري الملعب خالص. ومش دوري بالمناسبه ان انا جبت لعيب بمبلغ كبير جدا واكتر لعيب دخل النادي، انا ماليش دعوه لاعب اساسي، لاعب احتياطي دخل بره السكور، ما عنديش، مش فارقه. طب انت فاتح التابلت قدامك، انا يعني مش عارف انت بتفكر في ايه بصراحه. اقفله ده؟ لا بالعكس. أيوه. بالعكس، انا عايزك تقول لي نستفيد من ايه من تجربتك ديت. يعني قول لي والله احنا عملنا 1 2 3 4، والله في مصر لو عمل 1 2 3 4 في الانديه في مصر هيحصل كذا، نستفيد اكتر. يعني تبقى ما تبقى من هذه الحلقه هي حاجه مفيده لكثير من الانديه واللي بتتفرج عليها، وطبعا للساده المشاهدين. طيب احنا بدانا الحقيقه من سنه ونص، والحمد لله بفضل ربنا طبعا ثم إدارة النادي، احنا حاليا شغالين على 6 أو 7 مشاريع شغالة. ممتاز. المشاريع دي عبارة عن ايه؟ حاجات مختلفة. اولا احنا مثلا عندنا مدينة رياضية في المحافظة اللي فيها النادي، اللي هي محافظة الإحساء في المنطقة الشرقية. عندنا مدينة رياضية، الناس في محافظة الإحساء ما كانش عندهم متنفس. فكرة النادي برضو عشان نقول للناس بسرعة، الأندية في الخليج تحديدا مش زي هنا نادي اجتماعي رياضي، لا هو نادي رياضي فقط. فما فيش مكان انا عايز ابني يلعب كوره، ما فيش مكان ابني يلعب فيه كوره، ما فيش مكان انزل اتنزه فيه حتى. بالظبط يعني كده، لو عايز اتنزه مش هلاقي يعني. عملنا كونسبت مختلف شويه، اللي هو كونسبت مدينه رياضيه. هي. مدينه فيها العاب بفلوس. حضرتك عايز ابنك يلعب ايه؟ عايز يلعب كوره وسباحه، هات فلوس وتفضل ابنك. صح. يجي يشرفنا. صح. ياخد افضل كواليتي بافضل مكان، شياكه، امن، نظافه، كل حاجه. بالزبط. مدينه رياضيه معموله، يمكن شهادة جات لنا من أكتر من حد، ناس من أوروبا وناس من أكتر من مكان، إن المكان ده مش موجود في حتى بره في الكواليتي بتاعته يعني. صحيح. عندنا طبعا حققنا شوية حاجات تانية، شوية مشاريع تانية. مثلا كان في ستور، الفتح ستور زي كان النادي الأهلي هنا كان عامل طبعا، أو موجود لحد دلوقتي الستور. عملنا الحمد لله 3 فروع، خدنا خلاص مكانين،
حاليا بيتوضبوا. السوداء اللي بيتباع فيه التيشيرتات بيتباع فيه ادوات الفريق واللعب والحاجات كده بالظبط يخش الفريق يعني. ده بقى بيودينا الناحيه الثانيه، طب انا هجيب الحاجات دي ازاي؟ ده برضو جزء من المشروع، جزء من دراسه الجدوى. انا هجيب التيشيرت اللي هبيعها ازاي، او هجيب المج اللي هبيعه ازاي، او الميداليه او الحاجات اللي زي كده، ده برضو جزء من المشروع. فالحمد لله حاليا احنا شغالين، عندنا اونلاين ستور وعندنا فرعين ان شاء الله، واحد خلاص هيفتح في خلال شهر باذن الله، والتاني يعني بعدها بكام شهر ان شاء الله هيكون جاهز ان هو يفتح. الاكاديميات عندنا اكاديميه معروفه جدا ومشهوره اسمها اكاديميه الفتح، لما رحت الحمد لله كان فرع واحد بس اللي موجود، حاليا هي 4 فروع. فتحنا عملنا زي توسع كده، بقينا تقريبا مسيطرين على كل المحافظه، فتحنا في اكتر من موقع جغرافي في المحافظه، فبقى عندنا طبعا ريفينيوز اعلى. نفس المدربين، زودنا حاجات بسيطه بحيث ان احنا نقدر نغطي كل المناطق دي. عندنا مثلا عملنا حاجه الحمد لله، دي كانت حاجه طفره للنادي بشكل عام ولمنطقه الاحساء وكل حاجه، اللي هي التعليم الرياضي. انا يعني زي ما قلت لحضرتك من شويه، الحمد لله بأؤمن جدا بفكره ان الناس لازم تكون متعلمه عشان تقدر تشتغل. طيب لما جيت سالت اول ما رحت هناك، لقيت ان مفيش ولا حتى معهد بيقدم اي حاجه للرياضه. طب يا جماعه احنا من حقنا، من حق الناس انها تتعلم الرياضه. انا دلوقتي عايز كوادر جديده في الاداره الرياضيه، هيتعلموا فين؟ بالظبط كده، مش هيعرف. وناس كتيره جدا زي حالاتي انا عندهم باشن، عندهم رغبه في ان هم يدخلوا في المجال ومش لاقيين، مش عارفين يبداوا منين. طب تعالى انا هخليك تبدا، هحطك على اول التراك. عملنا اتفاقيه مع لاليجا في الجزء التعليمي، التعليم الرياضي. جم الناس عندنا، عملنا طبعا اتفاقيه كانت حاجه طفره، ان نادي ومش نادي من التوب فور كمان او من الاربع انديه الكبار يعمل اتفاقيه مع رابطه الدوري المحترفين الاسباني. كان الناس مستغربه جدا، الحمد لله بفضل الله لاليجا نزلوا بوست كامل شكر ان انا كنت احد الاسباب ان هم يتوسعوا ويدخلوا في المنطقه. عملنا اول كورس في السنه اول 2023، ان شاء الله الكورس اللي جاي هيكون في سبتمبر. كان اول حاجه دايما اول خطوه للناس اللي هي اللي عايزه تدخل المجال الرياضي، وبرده ده كان مشروع استثماري. بالمناسبه جالنا 11 نادي، يعني نادي الفتح استضاف 11 نادي من الدوري الممتاز السعودي او دوري روشن السعودي، فدي كانت حاجه كويسه جدا، كان فيها تغطيه جامده جدا، كان فيها جزء دعائي وتسويق لنادي الفتح بره المنطقة الخليج العربي، مش حتى بس جوه، مش حتى جوه الخليج او جوه المملكه العربيه السعوديه. فالحمد لله ده برده كان جزء من الحاجات دي. عندنا مشروع برده صغير جدا حاليا شغالين عليه، مش هاخد فيه وقت على طول، اللي هو حقوق تسميه الملعب. احنا دلوقتي عندنا بنعمل توسع للملعب برعايه الوزاره، وزاره الرياضه بتعمل لنا، فقررنا ان احنا نعمل الكلام ده مع حد متخصص. جبنا شركه بتعمل حقوق تسميه الملعب، حاجه شبه اللي بيحصل دلوقتي كده في مصر، في الانديه في مصر بنجيب شركه تعمل لنا زي دراسه عن الملعب، ايه الفاسيلتيز اللي موجوده، يسع لقد ايه، يطلعوا لنا ايه اقصى استفاده نقدر نستفيد بيها من الملعب. وطلبت منهم كراسه شروط يدوها لي، بحيث ان انا اروح اعرضها على الرعاه المهتمين بالموضوع، بحيث ان الناس دي تقدر تدينا زي ملعب الجوهره، زي ملعب كذا، زي ملعب كذا، نقدر ان احنا يكون زي اليانز ارينا مثلا، بايرن ميونخ، وهكذا. اخيرا اخر مشروع شغالين فيه دلوقتي هو حاجه جديده الحمد لله، يمكن كانت فكره يعني كويسه جدا. انا اول ما رحت لفت نظري المبلغ اللي بندفعه كل سنه في اللبس بتاع الفرق الرياضيه، فلقينا ان المبلغ ده مبلغ كبير جدا، يعني يمكن اكتر من 2 مليون ريال في السنه عشان نجيب ملابس للفرق، لبس الفرق، التيشيرتات والشورتات ولبس المعسكر وهكذا ولبس التدريب. فجت في بالي فكره، طب احنا ليه ما نعملش احنا لنفسنا ماركه ونبدا ان احنا نلبس من نفس الماركه، والسنه اللي جايه نبيع الماركه دي لناس ثانيه. انا ما سميتهاش الفتح بالمناسبه، ما عملناهاش تسميه الفتح عشان نقدر ان احنا نشتغل فيها طبعا. وبدانا من دلوقتي، من السنه دي بدانا نتكلم مع الانديه ان احنا هيبقى عندنا كذا. الانديه طبعا اللي علاقتنا بيهم كويسه، وخلاص الحمد لله السنه دي هنلبس من ماركه الماركه الخاصة بنادي الفتح، تقريبا يمكن لا تتعدى نص التكلفة اللي كنا بندفعها لحد النص اللي فات. واكيد الكواليتي مش اعلى. كواليتي اعلى. اعلى كمان. واحنا اللي متحكمين، احنا اللي سايقين بقى. فاهم. حاجة عايز. أخيرة الحمد لله بفضل الله، احنا كان أنا لما رحت كان النادي طول الفترة اللي فاتت تقريبا عنده 4 رعاة كل سنة، هم نفس الرعاة. السنة اللي فاتت بفضل الله
14 راعي. كان عندنا 14 راعي لدرجه ان الناس كانت بتجينا اخر الموسم تقول لنا احنا عايزين مكان على التيشيرت، ونقول لهم والله ما فيش مكان، تعالوا اعلانات في الملعب. وصلنا 14 راعي، وده اكتر نادي في المملكه العربيه السعوديه وصل للرقم ده. دي قصه، احنا الوحيدين اللي وصلنا للرقم ده. انت